مشاهدينا أهلا بكم من جديد لتغطيتنا المتواصلة والمستمرة طوال اليوم لأشغال القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. إذن الأشغال اختتمت منذ لحظات، تابعتم معنا كلمات رؤساء دول وحكومات المنتدى إضافة لضيوف الجزائر الحاضرين والمشاركين في المنتدى. لباس مشاهدينا أن نعود وإياكم لكلمة رئيس الجمهورية خلال هذه الأشغال، أين قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن القمة تشكل فرصة لرسم رؤية مشتركة للمشاركين. رئيس الجمهورية وخلال ذات الكلمة أكد بأن هذه الرؤية المشتركة لها أهمية بالغة بالنسبة للدول المصدرة للغاز، وهذا للحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين للغاز في آن واحد. إذا لباس نذكر من جديد مشاهدينا بما جاء في كلمة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال ترأسه اليوم لأشغال المنتدى، منتدى أو أشغال القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات البلدان المصدرة للغاز. الرئيس تطرق إلى عديد النقاط من بينها أهمية هذه القمة بالنسبة للبلدان و للدول المصدرة للغاز في آن واحد، رسم الرؤية المشتركة للمشاركين وأهمية هذه الرؤية. نتابع تصريح ثم نعود. الآن ما فيش ملاحظات بالنسبة شيء اللي جابه الوزير في الإعلان، تفضلوا. إذا ما فيش ملاحظات، نعتبر جميعا أن إعلان قد صدق على إعلان الجزائر في القمة السابعة لمنتدى الدول المنتجة للغاز. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الفخامة والسمو والمعالي رؤساء وأعضاء الوفود، السيد الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، سيدات الفضليات والسادة الأفاضل، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أود ونحن نختتم فعاليات القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز أن أعرب عن خالص ما حقق، أن أعرب لكم عن خالص الشكر وبالأخص إلى السيد الأمين العام للمنتدى وكافة إطارات الأمانة العامة على ما أبدوه من حرص وتفان خلال الاجتماعات التحضيرية لأعمال القمة، ولما بذلوه من جهود في الإعداد لإعلامها. إذن مشاهدينا تابعتم معنا الكلمة الختامية لرئيس الجمهورية، تتابعون مباشرة تصريحا للصحافة من قبل رئيس الجمهورية على هامش أشغال وختام أشغال القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز. شكرا لكم هذا الموضوع المكثف والأهمية التي تعطيها هذا المنتدى، والحمد لله كل نبي النجاح بفضل كل من شاركوا. شكرا لكم. صحة صحة. إذن
مشاهدينا تابعتم معنا هذا التصريح لرئيس الجمهورية. إذن صور مباشرة تأتينا من المركز الدولي للمؤتمرات. أشرف وترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تمون أشغال القمة السابعة لرؤساء الدول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز. الرئيس تكلم منذ لحظات حول نجاح هذه القمة بعد المصادقة بالإجماع على إعلان الجزائر. إذن هي صور مباشرة أتتنا من المركز الدولي للمؤتمرات الذي يحتضن أشغال هذه القمة. لا بأس أن نعود من جديد مشاهدينا ونتابع البيان الختامي وإعلان الجزائر الذي قرأه وزير الطاقة محمد عركاب. أو نعود من جديد وقبل هذا مشاهدينا لأن الأولوية للحداث نتابع تصريح رئيس الجمهورية على هامش القمة. نتابع من جديد. إذن مشاهدينا قبل هذا أذكر من جديد بأنه تم المصادقة من جديد على بيان الجزائر للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي تحتضن بلادنا أشغاله وترأسه رئيس الجمهورية اليوم السيد عبد المجيد تبون. إذن الرئيس تكلم منذ لحظات في تصريح للصحافة على هامش أشغال هذا المنتدى حول نجاح هذه القمة. سنعود ونتابع من جديد التصريح إلى حين أن يجهز. نذكركم مشاهدينا بأن هناك إجماعا من قبل الدول ورؤساء الحكومات ورؤساء الدول المشاركين في القمة إجماع على القرارات المعتمدة في إعلان الجزائر وهو ما ظهر في المصادقة بالإجماع على هذا البيان. إذن مشاهدينا نعود من جديد لتصريح رئيس الجمهورية أو مشاهدينا وقبل هذا لربما رئيس الجمهورية وحتى الحضور وخلال بيان أو سرد وزير الطاقة للبيان أجمعوا على ما تم ما تضمنه البيان. نتابع تصريح رئيس الجمهورية ثم نعود. إذن تتابعون معنا هذه الصور المباشرة مشاهدين لمغادرة رؤساء الدول والحكومات مغادرتهم لمركز الجزائر الدولي للمؤتمرات أين تم احتضان أشغال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز. يظهر في هذه الأثناء على الشاشة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تب. مرحبا. شكرا لكم الحضور. شكرا لكم هذا الحضور المكثف والأهمية اللي أعطيتوا هذا المنتدى. والحمد لله كل نبي النجاح بفضل كل من شاركوا. شكرا لكم. صحة. هذا التصريح مشاهدينا لرئيس الجمهورية عقب انتهاء أشغال المنتدى منتدى الدول المصدرة للغاز. نجاح هذا المنتدى هو ما قاله رئيس الجمهورية في هذا التصريح. لا بأس أن نذكر من جديد بأن أو نتابع هذه الصور أو الصور التي وصلتنا من المركز الدولي للمؤتمرات. الرئيس العراقي يغادر المركز عقب
انتهاء الأشغال وقراءة البيان الختامي. إذا الوفود المشاركة وزير الطاقة وزير الخارجية يظهران على الشاشة في هذه الصور ومغادرة الوفود وحتى الحاضرين خلال أشغال القمة، قمة رؤساء دول وحكومات الدول المصدرة للغاز. نذكر من جديد بأنه تمت المصادقة بالإجماع على إعلان الجزائر، وهو ما يبين ويؤكد نجاح قمة الجزائر، القمة المهمة التي تحتضنها بلادنا، قمة البلدان المصدرة للغاز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم أطيب التحية وأرحب بكم أحر الترحاب، شاكرا لكم جميعا تلبية دعوتنا لحضور القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، متمنيا لكم إقامة طيبة في الجزائر بلدكم الثاني. واسمحوا لي في البداية أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان لصاحب السمو والأخ العزيز شيخ تميم بن حامد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة على رئاسته الموفقة للدورة المنصرمة وإدارة متطلباتها بحكمة وتبصر. السيد الأمين العام للمنتدى ولكافة المساهمين في مسار إعداد وتحضير أشغال قمتنا هذه. ولا يفوتني أن أنوه عاليا بانضمام جمهورية موزمبيق والجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة إلى رحاب منتدانا بصفتهما عضوين ملاحظين منذ آخر دورة، كما نسجل اليوم بكل اعتزاز انضمام جمهورية السنغال الشقيقة بدورها إلى هذا المنتدى الموقر بصفتها عضوا ملاحظا كذلك. تشكل هذه القمة فرصة لرسم رؤية مشتركة للحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين للغاز في آن واحد، وتعكس التزامنا بأهداف منتدى الدول المصدرة للغاز وتصميمنا على تعزيز دوره والتأكيد على مساهمته في أمن الطاقة العالمي، حيث يلعب الغاز الطبيعي دورا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة على الطاقة. والجزائر التي تدرك مع كافة الشركاء أن الغاز الطبيعي مصدر طاقة وفير وميسور التكلفة وصديقا للبيئة وداعما لتكامل مصادر الطاقة المتجددة، لطالما أيدت فكرة توسيع دور الغاز الطبيعي في التنمية المستدامة واستخدامه كمصدر نظيف مع الطاقات الجديدة والمتجددة. وإذا كنا نسعى جميعا إلى تدعيم التقدم التكنولوجي في هذا المجال، إذن مشاهدينا كان هذا جزءا من الكلمة الافتتاحية. لا بأس نعود من جديد للكلمة الختامية لرئيس الجمهورية عقب المصادقة على إعلان الجزائر، نتابع. شكرا.
شكر لكم الحضور. شكر لكم هذا الحضور المكثف والأهمية اللي أعطيتوا هذا المنتدى، والحمد لله كلنا بالنجاح بفضل كل من شاركوا. شكرا لكم صراحة. الآن لحظات بالنسبة للشيء اللي جاب به الوزير في الإعلان، تفضلوا. إذا ما فيش ملاحظات، نعتبر جميعا أن إعلان قد صدق على إعلان الجزائر في القمة السابعة لمنتدى الدول المنتجة للغاز. شكرا لكم. بسم الله. إذن مشاهدينا تابعتم معنا الكلمة التي تلت المصادقة على البيان الختامي وإعلان الجزائر. رئيس الجمهورية كان قد شكر الصحافة على حضورها ولربما تغطيتها لهذا الحدث المهم، وهو ما يظهر من المشاركة الصحفية خلال هذا المنتدى. إذن رئيس الجمهورية تكلم كذلك مشاهدينا حول أهمية هذا الحدث ونجاحه من خلال المصادقة بالإجماع على بيان الجزائر وإعلان الجزائر. إذن مشاهدينا للحديث حول هذا المنتدى وحول تفاصيله يلتحق بنا مباشرة من الدوحة الدكتور علي الهيل، أستاذ العلوم السياسية والإعلام بجامعة قطر والباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك معنا دكتور. مساء الخير. مساءك سعيد وشكرا لك على تلبية هذه الدعوة. نتكلم دكتور حول لربما إجماع رؤساء ورؤساء الدول وحكومات المنتدى، منتدى دول المصدرة للغاز الذي تحتضنه الجزائر، إجماعهم وتوافقهم حول عديد النقاط، حول إعلان الجزائر، حول البيان الختامي وما جاء فيه. كل هذا الإجماع على ربما يأتي من إجماع سياسي كذلك دكتور علي الهيل، أليس كذلك؟ هذا إجماع صحي، أي healthy consensus، لأن الدول المنتجة والمصدرة للغاز سواء للغاز الطبيعي أو للغاز المسال الطبيعي كما هو the LNG the liquefied natural gas يخدم مصالح الدول المنتجة والمصدرة للغاز، وكما قال الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية إن الغاز هو اليوم صديق للبيئة وليس ملوثا للبيئة كما بقية كما النفط على سبيل المثال. ولذلك يعني هذا الإجماع السياسي والطاقوي والاقتصادي من قبل الدول المنتجة والمصدرة والدول الأعضاء في منتدى الغاز وفي هذه القمة بالتحديد يعد انتصارا للدول الأعضاء في هذا المنتدى، لأننا لم نجد صراحة ولم نلاحظ أي شذوذ عن هذا الإجماع الإنساني الوطني القومي للدول الأعضاء، لأن اليوم نحن أمام إزاء تحديات كبيرة تواجه صناعة الغاز. نحن لدينا اليوم الصراع في غزة، الحرب الصهيونية الفظيعة والشنيعة على أشقائنا في غزة، والحرب الروسية الأوكرانية، والتحدي الثالث احتياج أوروبا للغاز من الدول الأعضاء في منتدى الغاز، لأن الغاز الروسي توقف عن الكثير من الدول الأوروبية ما عدا حفنة من الدول مثل
هنغاريا على سبيل المثال. ورغم أن الغاز الأوروبي متوافر بكثرة، ورغم أنه رخيص، ورغم أنه على عتبة أوروبا، ولكن نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية ودعم أوروبا بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، يعني أنا هنا أتحدث عن العالم الغربي وأوروبا، في أوكرانيا ضد روسيا، فإن أمريكا والدول الفاعلة في أوروبا قد حرضت جميع الدول أوروبا سوى تلك التي لم تصغي للحملة الأوروبية الأمريكية في داخل القارة الأوروبية. ولذلك هذه الدول التي لم تعد تستطع أن تشتري الغاز الروسي، هي الآن تريد أن تشتري الغاز العربي والغاز من الدول الأعضاء في منتدى الغاز، وهذه فرصة كبيرة للدول العربية وللدول الأخرى المصدرة المنتجة والمصدرة الغاز، الدول الأعضاء في منتدى الطاقة. ولكن على الدول العربية وعلى الدول الأعضاء في منتدى الطاقة أن تراعي مصالحها وأن لا تخضع للابتزاز الأوروبي والأمريكي. أنت تعرفين أن الغاز الأمريكي على سبيل المثال والغاز الأسترالي مكلف جدا، وأمريكا بعيدة جدا عن أوروبا، في حين أن الجزائر على سبيل المثال تقف على عتبة أوروبا، وتستطيع الجزائر أيضا أن تسوق الغاز للدول الأخرى الدول الأعضاء في منتدى الطاقة، وخاصة الدول العربية. أنت تعرفين مثلا بالنسبة لقطر هناك مشاريع مشتركة قطرية جزائرية، وهي مشاريع كبرى في مجال الغاز، في مجال النفط، في مجال الحديد والصلب، كما هو المصنع الكبير في جيجل في الجزائر. نعم. للهيل تكلمت حول نقطة مهمة وهي حماية المصالح المشتركة لبلدان هذا المنتدى طبعا. بلدان الدول المصدرة للغاز، لا بأس نعود من جديد لنقطة مهمة تضمنها إعلان الجزائر والبيان الختامي، وهو رفض بلدان المنتدى استخدام تغير المناخي لرفض الاستثمار في مجال الغاز. لماذا قد تلجأ بعض البلدان التي ترفع لربما أو تعرقل الاستثمار في مجال الغاز تلجأ لطرح هذه الفرضية أو هذا القرار ربما؟ لأن أوروبا والعالم الغربي لا يريدون لأي دولة عربية، دولة شرق أوسطية، دولة بين قوسين من دول العالم الثالث، أن تنهض وأن تكون لديها ثروات استراتيجية. اليوم الغاز يعتبر استراتيجيك كوموديتي، يعني يعتبر سلعة استراتيجية مهمة جدا وصديقة للبيئة، والعالم يحتاج هذا النوع من الطاقة. هذا هو يعني كما يقولون باللغة الإنجليزية the bottom of the story. لا يريدون للدول العربية أن تنهض، وإنما هم يحاولون أن يبتزوا الدول العربية والدول المصدرة والمنتجة للغاز، وبالتحديد الدول الأعضاء في منتدى الطاقة، وأن يشتروا الغاز من هذه الدول بأثمان رخيصة متجاهلة تماما احتياجات هذه الدول واحتياجات شعوب هذه الدول. الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال وبريطانيا وهذه الدول الاستعمارية القديمة الجديدة وفرنسا وإيطاليا، هذه الدول الاستعمارية القديمة الجديدة بكل صراحة لا يهتموا بالشعوب العربية والشعوب الإسلامية وشعوب ما يسمى بين قوسين بدول العالم الثالث. جاعوا ما جاعوا، لديهم وفرة من الغاز، ليس لديهم وفرة من السيولة، لديهم هذا ليس مهما. سنعود عندهم دكتور علي الهيل، سنعود للحديث حول هذه النقطة بالتحديد، ابقى معنا لباس مشاهدينا. أن نرحب كذلك بضيفنا عبر خدمة سكايب البروفيسور فارس ساهب، أستاذ الاقتصاد بجامعة سطيف. أهلا بك معنا بروفيسور. ومرحبا بك أستاذة الفاضلة وبكافة السادة المشاهدين الكرام.
شكرا لك على تلبية هذه الدعوة. إذا المصادقة بالإجماع على إعلان الجزائر بروفيسور، عديد النقاط كانت محل توافق بين المشاركين، هو ما أكده رئيس الجمهورية في كلمته. ما هي أهمية التوافق وتطابق وجهات نظر البلدان المشاركة لربما في وتأثيرها على مسار تطوير هذه المادة المهمة وهو الغاز؟ نعم، من المهم جدا أن نتكلم عن هذا التوافق وعن هذا الإجماع حول مشروع إعلان الجزائر. هذا الإعلان الذي جاء شاملا وجامعا ومانعا وتطرق إلى جميع النقاط التي تخص مستقبل صناعة الغاز وتخص كذلك مستقبل إدارة الغاز والأسواق الغاز في العالم وكيفية إدارة هذه الأسواق. تطرق كذلك إلى أهمية الحوار، إلى أهمية الشراكة، تطرق إلى أهمية نقل التكنولوجيا، تكلم كذلك على أهمية محاربة الفقر الطاقوي بالنسبة لكثير من البلدان الإفريقية، تكلم كذلك عن نظرة موحدة ونظرة تشاركية بين الدول المنتجة والدول المستهلكة. وبالتالي فأظن أن المشروع الذي تقدمت به الجزائر والذي لاقى إجماع جميع الأعضاء المشاركين في هذه القمة، وبالتالي أظن أنه نقطة هامة ومهمة جدا للمضي قدما في السنوات القادمة إلى تحقيق هذه النقاط وتحقيق هذه البنود التي جاء بها إعلان الجزائر وتطبيقها على أرض الواقع، لأن التحديات كبيرة وكبيرة جدا، والرهانات سواء الحالية أو المستقبلية خاصة حول الغاز في تزايد مستمر. وبالتالي من الأهمية بمكان أن يكون هذا الإجماع لمواجهة هذه التحديات ولمواجهة هذه الرهانات بنظرة واسعة، بنظرة تشاركية، بتكون كذلك زوايا مشتركة للتحكم ولإدارة الغاز سواء بالنسبة للدول كما أشرت المنتجة أو الدول المستهلكة. الجزائر دائما ما كانت نقطة توازن بين جميع الفاعلين في سوق الطاقة العالمي. الدبلوماسية الطاقوية الجزائرية كان لها ولا يزال لها باع كبير في التأثير على الكثير من القرارات على الأوبك، والآن هذا هو الدور الذي تلعبه الآن الدبلوماسية الطاقوية الجزائرية لتكون محل إجماع الجميع حول إعلان الجزائر، خاصة كما أشرت وأعيد وأكرر أننا الآن نعيش في عصر الغاز الذهبي، وبالتالي فكل الاهتمامات سوف تنصب حول هذه المادة كمادة حيوية وكمحور أساسي وجسر انتقالي فيما يخص الانتقال الطاقوي من جهة، وفيما يخص تنمية الاقتصادية سواء في الجانب الصناعي وحتى في الجانب الزراعي، حيث يعد الغاز من المدخلات أساسية في كثير من الأسمدة التي تستعمل في الجانب الزراعي، وبالتالي فالمدخل هنا هو مدخل هام لضمان الأمن الغذائي، وكذلك هذا رهان كبير جدا بالنسبة لجميع دول العالم. ومن ثم بالنظر إلى كل هذه النقاط مجتمعة جاءت أهمية إعلان الجزائر، وأهمية هذا الإعلان سوف ربما تكون مبراس وتكون تمهيدا للانطلاق في التعاون الفعلي على أرض الواقع في الشهور والسنوات القادمة. فارس هباش، نتكلم دائما حول التوافق والمصادقة بالإجماع حول هذا البيان، عديد النقاط كانت لربما مدرجة في النص الختامي ونص مشروع إعلان الجزائر. أعود وأسألك سؤالا كنت قد سألته على ضيفي من الدوحة، نتكلم حول نقطة مهمة لربما أجمع عليها الحاضرون وهي رفض دول المنتدى لاستخدام التغير المناخي لرفض الاستثمار في مجال الغاز. ما هي أهمية هذا التوافق في لربما إنجاح هذا أو هذه الاستثمارات الجديدة والبحث العلمي وتطوير الابتكار والتنسيق في هذا المجال؟
نعم، من الأهمية بمكان أن نتكلم عن التوافق في مجال التشاور وفي مجال التعاون وفي مجال نقل التكنولوجيا ونقل الخبرات وتقاسم هذه الخبرات وتقاسم هذه المعارف بين الدول المنتجة للغاز، من أجل أن يكون هناك إنتاج مستقر وإنتاج مستدام وإنتاج متوازن يساهم في تحقيق التوازن في سوق الغاز العالمي. لا يخفى عليك سيدتي الفاضلة أن مستوى التحكم في التكنولوجيا بالنسبة للدول المنتجة للغاز والمنضوية تحت لواء هذا المنتدى متفاوت من دولة إلى أخرى. فلو تكلمنا عن الجزائر، فالجزائر من بين أكبر الدول التي تتحكم بسواعدها وبكفاءتها الذاتية في استخدام التكنولوجيا المرتبطة بالغاز. فعلى سبيل المثال نتكلم في بالنسبة للاكتشافات ما بين سنة 2020 و2023 كان هناك 35 اكتشاف، 80% أو أكثر من 80% من هذه الاكتشافات تحققت بفضل التكنولوجيا الذاتية التي تمتلكها شركة سوناطراك. وبالتالي هنا الجزائر تمتلك استقلاليتها وديمومتها فيما يخص إنتاج وتطوير الغاز. ولكن على النقيض من ذلك فبعض الدول أنه 75% من التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الغاز تتحكم فيها الشركات البترولية العالمية. وبالتالي فهذه الدول لا تمتلك استقلالها فيما يخص إنتاجية الغاز وتبقى دائما رهينة لهذه الشركات الكبرى التي تستنزف ثرواتها، وربما لا يكون هنالك ذلك المكافئ وذلك تلك المزايا التي تكون متكافئة بالنسبة لطرفي الاستثمار. ومن هذا المنطلق جاء فيما يخص مخرجات بيان الجزائر أن يكون هناك تبادل للخبرات وتبادل كذلك للتكنولوجيا، وأن يكون هناك هذا التبادل على أساس المصالح المشتركة وعلى أساس المنافع المشتركة. وهناك كذلك في بيان الجزائر دعوة صريحة بالنسبة لهذه الشركات خاصة الأوروبية منها والأمريكية إلى الاستثمار في بالنسبة مع الدول المنتجة التي ليس لها تحكم في التكنولوجيا، ولكن هذا الاستثمار يكون على شكل مصالح مشتركة وعلى أساس مبدأ رابح، والرابح الأكبر هو السوق العالمي، كل من المنتجين والمستهلكين أو المستوردين على أساس الأسعار العادلة. لا يخفى عليك كذلك نقطة مهمة أن الكبريات الدول المصنعة والملوث الأول عالميا دائما تضع شماعة التغير المناخي وتضع شماعة الانبعاثات الكربونية للتأثير على الدول المنتجة وللتأثير على أسعار الغاز، حيث أن تطبيق الضرائب الانبعاث الكربوني سوف يتم ابتداء من سنة 2026، وهذا يدخل ضمن نطاق التضييق الجانب الأحادي من قبل هذه الدول على الدول المنتجة للغاز. وبالتالي هناك كذلك بيان الجزائر أكد على هذه النقطة، ولا يكون هناك تدخل في أسعار سوق الغاز، ولا يكون هناك تقييد أحادي الجانب من قبل هذه الدول التي تعتبر هي الملوث الأول في العالم، ولكن دائما أن الصناعات الغازية والبترولية كشماعة للتغطية على المساهمة الكبيرة في ظاهرة التلوث المناخ وفي ظاهرة التغير المناخي. ومن هذا وجب أن يكون هناك بعد حوار صريح وبناء بين جميع الدول على أساس أننا نعيش في عالم واحد ولنا مستقبل واحد، والغاز شئنا أم أبينا يعتبر العصر الذهبي للغاز، وكل الصناعات في المستقبل سوف تعتمد على الغاز كونه الطاقة الأنظف، بالرغم أنه طاقة أحفورية لكنه أقل انبعاثات كربونية وهو أنظف الطاقات الآن المتواجدة. الحديث عن الطاقات المتجددة ومساهمتها في التنمية الاقتصادية لا زال بعيد المدى، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تضمن الآن الطاقات المتجددة الحجم الهائل من الطاقة التي يحتاجها العالم. وبالتالي فالغاز يعتبر المحور الأساسي للانتقال الطاقوي، ويعتبر كذلك أحد أهم مصادر ودواعم الطاقات المتجددة، وهذا ما أكد عليه السيد رئيس الجمهورية
الجمهورية في كلمته الختامية لهذه القمة. نعم، إذا نستكمل نقاش هذا الموضوع. ابقى معنا بروفيسور فارس بشعوذ من جديد لضيفي من الدوحة الدكتور علي الهيل. تكلمنا لربما حول مجموعة من النقاط التي جاءت في البيان الختامي، من بينها نعود ونذكر بنقطة مهمة جاءت على رأس هذا الإعلان، وهي حقوق الدول وسيادتها المطلقة على مواردها الطاقوية والغازية. دكتور علي الهيل، هناك إجماع بين الدول الحاضرة في المنتدى على ضرورة القضاء على الفقر الطاقوي في البلدان التي تحتوي طاقات أو طاقات يمكن استغلالها، وهو ما تأكد من خلال هذا البند. نعم، لابد من الدول العربية والشرق أوسطية الدول الأعضاء في منتدى الغاز المتقدمة صناعيا وتكنولوجيا وتقنيا أن تمد يد العون إلى الدول الشقيقة في القارة الإفريقية مثل السنغال ومثل موزمبيق وغيرها من الدول حديثة الدخول في منتدى الغاز. لدي تعليق بسيط حول الغاز والطاقات المتجددة التي وردت في حديث السيد البروفيسور. نعم، نحن في دولة قطر تزامنيا مع الاهتمام بالغاز باعتباره صديقا للبيئة، وهو طبعا أقل بكثير خطرا من المنتجات الأحفورية الأخرى مثل النفط. نحن في قطر هنا نستثمر في مجال الهيدروجين الأخضر وفي الأمونيا الزرقاء والأمونيا الخضراء، ونحن نستثمر في مجال الطاقة الشمسية. هذه من الطاقات المتجددة التي هي أكثر ودودية وصدقية وصداقية وصداقة للبيئة من الغاز نفسه. فأنا ضد أن نحن بس نركز على الغاز، نحن في قطر نركز على الغاز ونركز على الطاقات المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر، الأمونيا الزرقاء، الأمونيا الخضراء، مثل الطاقة الشمسية ومثل استثمار الرياح والمياه وإلى آخر هذه الطاقات المتجددة، وهذا أمر مهم. ثانيا، نحن علينا أن نستقل بكل صراحة اقتصاديا، ونحاول على الأقل أن نستقل اقتصاديا وتكنولوجيا وصناعيا، وهذا لن يتم من خلال الفكر الأحادي، وإنما هذا يجب أن يتم من خلال الفكر الجمعي بين الدول الأعضاء في منتدى الغاز، وأن ننأى بأنفسنا عن الأطماع، أطماع أوروبا والعالم الغربي في منتجات الغاز وفي الغاز للدول المنتجة والمصدرة له، وهذا أمر مهم. ونحن يجب أن يكون هناك تكاتف بيننا، كما ذكرت لك في بداية هذه المقابلة أن بين دولة قطر والجزائر على سبيل المثال مشاريع مشتركة، وبين دولة قطر والدول كثيرة في منتدى الغاز وخارج منتدى الغاز مشاريع مشتركة في مجال الغاز وفي مجال النفط وفي مجال الطاقات المتجددة. نحن لدينا مشاريع مشتركة مع بريطانيا، ولدينا مشاريع مشتركة في المياه الاقتصادية لقناة السويس، ولدينا مشاريع مشتركة كثيرة حول العالم. ولذلك يجب أن نعنى بالغاز صحيح، ولكن أيضا يجب أن نعنى كتفا بكتف وتزامنيا مع الطاقات المتجددة، لأنها هي طاقة المستقبل. الغاز هو طاقة المستقبل. نعم، صحيح، وهو ما تم التأكيد عليه دكتور علي الهيل، التركيز على هذه الطاقات مع الاستثمار وتوصل الاستثمار في الغاز. نعم، ابقى معنا دكتور. صحيح، أو ابقيا معنا ضيفينا، سنعود للحديث حول هذا الموضوع لكن بعد هذا الفاصل.
إذن مشاهدينا أهلا بكم من جديد لهذه التغطية المتواصلة لأشغال القمة 7 لرؤساء الدول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز. إذن الأشغال اختتمت قبل قليل بالإعلان والمصادقة بالإجماع على بيان الجزائر. لبس مشاهدينا أن أرحب من جديد بضيوفي عبر خدمة الهاتف ومباشرة من الدوحة الدكتور علي الهيل أستاذ العلوم السياسية والإعلام في جامعة قطر والباحث في العلاقات الدولية. كذلك أرحب من جديد بضيفي عبر خدمة سكايب البروفيسور فارس هباش أستاذ الاقتصاد بجامعة سطيف. مشاهدينا وقبل مناقشة موضوعنا والانطلاق في ربما الاستمرار في هذه المناقشة ولأن الأولوية للحدث أنتقل وإياكم مباشرة إلى المركز الدولي للمؤتمرات الذي احتضن هذا الحدث ويلتحق بنا من هناك زميل فارس شهاب بوفد شروق نيوز إلى المركز الدولي للمؤتمرات. أهلا بك فارس، كيف هي أجواء الاختتام لديك؟ نعم أهلا بكم زملائي في الأستوديو، دائما متواجدين بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة. في القاعة المحادية يجتمع رؤساء الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز. تبعنا أيضا قبل لحظات من الآن كلمة رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون ورؤساء الدول المشاركة في هذه المنتدى للحديث عن كلمة رئيس الجمهورية وأيضا عن ما جاء في كلمة رؤساء الدول الأعضاء في منظمة أو في الدول في منتدى الدول المصدرة للغاز. أسعد باستضافة الخبير الاقتصادي سيد فريد بن يحيى، أهلا بك معنا سيد. أهلا بكم بقناة الشروق المشاهدين الكرام. وسعيد مساء أستاذ فريد بن يحيى، ربما عندما نتحدث عن أهم ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون هو حديثه أن قمة الجزائر هذه ستكون فرصة لرسم رؤية مشتركة للحفاظ على مصالح المستهلكين ومصالح المنتجين على حد سواء، كيف ترون هذه النقطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالطبع كلمة رئيس الجمهورية صباح في فتح المنتدى للدول المصدرة للغاز جيوسيف، فهو يدخل في الإطار الاستراتيجي أو الجيو استراتيجي بالنسبة للعالم ككل. أن ننظر أنه فيه طالب متزايد على الغاز الطبيعي، وبالطبع نشوفوا أنه الحرب الأوكرانية وكذلك فيما يجري في باب المندب أصبحت تهديدات حقيقية لتوفير هذه المادة بالنسبة للدول المستهلكة. إذن فالقمة الجزائرية الآن تدخل في هذا الإطار لتوفير، يعني تكون في استثمارات لإعطاء يعني ضمانات للشركات الكبرى أنها تستثمر في هذا القطاع، وبالطبع حسب الخبراء أنه فيه استثمارات ممكن أن تصل إلى 9000 أو 10000 مليار دولار. نقطة أخرى كذلك أن يكون فيه تبادل تكنولوجي ما بين الدول. ونقطة ثالثة والمهمة جدا وهي بالطبع نتكلم على الأسعار، الأسعار ممكن أنها تكون بالنسبة بعض الدول يعني يستفيد منها المستهلكين، لكن ربما بعض الدول الأخرى ربما لهنا تبقى النقطة يعني التحول ما بين هذه الدول. إذن فالأسعار تبقى ربما فيه اتفاقيات وفيه تشاور، لأنه كل دولة عندها مصالح تحا، والجزائر عندها مصالح، إيران عندها مصالح، روسيا كذلك بالنسبة للحرب الأوكرانية، بالنسبة لقطر كذلك. وبالطبع توفير هذه المادة يطلب أمر الاثنين، وأنا يعني الجزائر عندها أنابيب نحو أوروبا إيطاليا وإسبانيا كذلك ممكن يبيعوا البرتغال والدول الأخرى، لكن فيه الغاز المميز وبالطبع يعتبر كالغاز المطلوب في العالم ككل، ولابد الآن أن تكون في استراتيجية أخرى للاستثمارات في هذا الميدان. إذن فرئيس الجمهورية يتكلم على هذا الموضوع فهو يتكلم عنه بدقة لأنه فيه تحديات كبرى في العالم، ولابد يكون فيه تفاهم بين هذه الدول حتى نوفر هذه المادة وتكون فيه مقبولة في الأسواق الدولية. سيد فريد بن يحيى، أشرت إلى نقطة في غاية الأهمية حديثك عن تذبذب الأسعار من جهة، ومن جهة أخرى توترات أمنية يشهدها العالم، غلاء تكاليف نقل الغاز من دول إلى أخرى، مشاكل اقتصادية، ربما كل هذه المؤشرات توحي بأن أسعار الغاز ترتفع، توحي بأن تذبذب لا يحدث مقارنة بحجم التحديات، بحجم المخاطر الأمنية، بحجم كذلك ارتفاع تكاليف النقل، لكن رغم ذلك لازال سوق الغاز يشهد تذبذبا من حين لآخر. كيف يجب الموازنة بين التكاليف التي أصبحت مرتفعة من
جهة، ومن جهة أخرى تذبذب الذي لا زال حاصلا في سوق الأسعار. هنا ربما تكمن أهمية المنتدى في جعل الأسعار الجديدة تتماشى مع تحديات الراهنة ومع تكاليف سواء الاستخراج أو النقل أو التسويق أيضا. بالنسبة للتكاليف طبعا لما نتكلم على التكاليف للنقل فهي تكاليف ربما راح تكون باهظة بالنسبة لما يجري في باب المندب، لأنه الآن شفنا أنه حسب تصريحات وزير الخارجية الروسي لافروف أنه يتكلم على أنه الحوثيين حطموا كثير من السفن، يعني ربما كثيرة حتى منها فرقاطات عسكرية لتابعين الحلف الأمريكي الأوروبي. فبطبع الأسعار هنا راح ترتفع جدا يعني في المنطقة هذه. وما ننساوش أنه الجزائر يعني الغاز الطبيعي يعتبر كسوق إقليمي وسوق دولي نفسه. اللي نتكلموا عليه سوق إقليمي لما تكون عندك أنابيب مثل الجزائر، يعني نقل الأنابيب من الجزائر نحو أوروبا يعني إيطاليا وإسبانيا وغيرها من الدول هذه. نتكلم على الجنر بما يسمى بالغاز المسال، هنا يتطلب محطات، يعني لابد أنه يكون فيه يعني مولدات أو بما يسمى بالمفاعلات لرياكتور هيدروجين، وهم يعملوا يحولوا هذه الطاقة بالطبع ونقلوها في السفن. ولابد تكون فيه في الدول الأخرى يعني مصانع لتكرير هذه المادة وتخزينها وغيرها، إذن فالتكلفة تكون أكثر. إذن فهنا بالنسبة لنا راح الاستثمارات تكون كبيرة جدا. شفنا أنه قطر الآن تستثمر كثير في الجي ان ال يعني في الغاز المميع، وعندها كذلك أسطول تعمل به. الجزائر بالطبع الآن ربما احنا المنتوج نتاعنا قليل يعني بالجي ان ال، لكن ممكن راح يرتفع الاستراتيجي القادم أنه يرتفع. بالنسبة كذلك الاستثمارات، أنه الجزائر ممكن أن تعمل استثمارات مع شركات كبرى في الجزائر، لأنه الآن نقول بكل صراحة عملنا أبحاث في الجزائر لكن ما زال ما اكتشفناش كل الإمكانيات اللي موجودة في باطن الأرض الجزائري. إذن فممكن أنه نستعمل هذا الأمر هذا يعني تكنولوجيا الاكتشافات، وتكون فيه ربما آبار أخرى مهمة، كذلك استرجاع الآبار في تكنولوجيا استرجاع الآبار ورفع المنتوج. والجزائر محكوم علينا الآن، لأنه علاش الآن الدول كل الدول منها الجزائر مثلا عن استهلاك يرتفع كل سنة بارتفاع الاستهلاك المواطنين، وكذلك بعدد نمو عدد السكان في الجزائر وبنمو الاقتصاد الجزائري، ولابد أن نوفر هذه المادة إلى الخارج. إذن ففيه ازدواجية الآن، إذن فلابد أن تكون هناك اكتشافات وتكون فيه تكنولوجيات كذلك لتجميع الغاز وتصدير تاعو نحو الخارج. إذن فالاستثمارات الآن لابد أنها تكون، لأن العالم راح يطلب حسب بعض الخبراء يقولوا أنه السوق يطلب ارتفاع نمو تاع 1% من طلبات تاع الغاز الطبيعي، في خبراء أخرين يقول لك 2%. إذن فيه تقديرات يعني حسب استشرافات حسب المكاتب. إذن لكن الشيء اللي موحدين عليه هو أنه طلب الغاز الطبيعي راح يرتفع شيئا فشيئا حتى 2050، وبالطبع يعتبر هذه كطاقة يعني انتقالية بالنسبة للطاقات المتجددة، لأنه اليوم كثير يقولوا أن الطاقات المتجددة أصبحت بديل على البترول والغاز، لكن كثير إحنا كملاحظين يعني في الجيوسياسة العالمية للطاقة أنه مستحيل يعني في ظرف 5 سنوات. إذن مشاهدينا كان هذا أو كان جزءا من التغطية التي أفادنا بها مفادى شروق نيوز إلى المركز الدولي للمؤتمرات. نعود من جديد لنقاش موضوعنا وإلى ضيفنا من الدوحة الدكتور علي الهيل، أستاذ العلوم السياسية والإعلام في جامعة قطر والباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك معنا من جديد دكتور علي الهيل. نستمر في نقاش هذا الموضوع وأهم ما تضمنه هذا البيان وتوافق وجهات النظر بين الدول الحاضرة هناك، توافق وجهات النظر الذي ظهر جليا منذ الأمس منذ اجتماع الوزراء. عديدة التصريحات كانت في هذا السياق. نتكلم ربما حول ضرورة مساعدة الدول الفقيرة طاقويا في تأهيل مواردتها الطاقوية. نتكلم حول مساعي بعض الدول لعرقلة الاستثمار في الغاز. اليوم لربما بلدان المنتدى دكتور علي الهيل تفتح باب الحوار للجميع سواء المنتجين والمستهلكين وكل من يهمه هذا الموضوع لاستقرار الأسواق العالمية للغاز. ما هي أهمية هذا الأمر دكتور علي الهيل؟ لا
لا أدري إن كنت تسمعني دكتور. إذا يبدو بأن هناك مشكلة في الاتصال. أطرح ذات السؤال على ضيفي عبر خدمة سكايب البروفيسور فارس هباش، أستاذ الاقتصاد بجامعة سطيف. إذا بروفيسور، ما هي أهمية لربما فتح باب الحوار أمام كل الدول ومن بينها الدول التي تسعى لعرقلة الاستثمار في مجال الغاز للجلوس لطاولة الحوار؟ مهم جدا، وكما أشرت إليه من قبل فإننا نعيش في عالم واحد، وإذا أردنا أن نتقاسم المشاكل التي يعيشها فيها يعيش هذا العالم وأن نجد حلولا تضمن الاستفادة بالنسبة لكل الأطراف، فهي لابد أن يكون هناك حوار بناء، ويابد أن يكون هناك تشارك، ويجب أن يكون هناك التعاون، يجب أن يكون هناك تبادل للآراء وتبادل للمعارف والخبرات، ولكن كل هذا يجب أن يكون في إطار مصالح مشتركة وفي إطار تقاسم الأرباح وفي إطار تقاسم المنافع. الكثير كما أشرت من قبل من الدول المنتجة لا تمتلك التكنولوجيا ولا تمتلك التقنيات والمعارف لاستخراج الغاز ومختلف الطاقات، ولكن الشركات البترولية الكبرى سواء الأوروبية منها أو الأمريكية تستغل هذه المكامن الطاقوية لهذه الدول، والتي لا تنال منها إلا نزر القليل من المنافع. ومن هذا المنطلق يجب إعادة بناء هذه النظرة في إطار الشراكة بين الدول. يجب أن يكون هناك تسهيل لنقل التكنولوجيا والتسهيل لانتقال رؤوس الأموال للاستثمار في هذه الدول، ويجب أن يكون هذه الاتفاقيات تضمن المنافع لكلا الطرفين وتضمن التوازن لكل الأطراف. وبالتالي أظن أنه هذا ما جاء به بيان الجزائر كبند صريح، وهو تكريس السيادة الطاقوية للبلدان بالنسبة لمواردها الطاقوية، وهذا أمر مهم جدا. وبالتالي إذا أردنا أن نرفع من مستوى الإنتاج، وإذا أردنا أن نتحكم في تكاليف إنتاج الغاز، وإذا أردنا أن نضمن ذلك التوازن بين العرض والطلب في سوق الغاز العالمي، يجب أن يكون هذا التبادل وأن يكون هذا الحوار البناء ويكون هذا التوازن بين كل الأطراف. وبالتالي أنه حتى أنه بيان الجزائر جاء ذا بعد استراتيجي كبير جدا، فهو تكلم عن المصالح المشتركة للبلدان المنتجة وللبلدان المستهلكة أو المستوردة. وبالتالي فهناك إشارة ضمنية أن المنتدى الدول المصدرة للمنتجة والمصدرة للغاز ليس بمثابة ذلك الكارتل الذي يحاول مثلا فرض منطقة على السوق وفرض أسعار ربما أسعار مرتفعة في السوق وفرض قبضته على السوق، وإنما هو منتدى هدفه هو المصالح المشتركة للجميع، وهدفه هناك أن يكون سعر عادل للغاز يضمن توازن السوق العالمي. لا يخفى عليك من قبل ربما التغيرات الجيوسياسية التي حدثت في العالم قبل أزمة جائحة كورونا، كانت الأسعار التي يباع فيها الغاز هي أسعار غير عادلة، هي أسعار استغلالية، هي أسعار منخفضة جدا مقارنة إلى أهمية هذا المورد الطاقوي. ولكن مباشرة بعد الأحداث الجيوسياسية التي عرفها العالم شهدنا ارتفاعات كبيرة في مستويات الغاز وصلت حتى إلى 6 أضعاف حسب المؤشر الهولندي. وبالتالي هذا ربما ما جعل البعض الدول المستوردة وخاصة الأوروبية تدق ناقوس الخطر وتعبر عن امتعاضاتها عن الأسعار، ولكن بالموازاة مع ذلك يجب أن تعلم هذه الدول أننا لكي يكون هناك سعر عادل وليكون هناك توازن في العرض والطلب، يجب هذه الدول ممثلة في شركاتها البترولية الكبرى أن تكون هناك كذلك اتفاقيات مع الدول المنتجة عادلة، اتفاقيات متوازنة، اتفاقيات غير استغلالية، اتفاقيات يكون مبدأها هو المصلحة المشتركة والمنافع المشتركة للجميع. وبالتالي هذا هو المنطلق الذي ركز عليه بيان الجزائر فيما يخص الحوار، فيما يخص الشراكة، وفيما يخص
توحيد الرؤى والنظرة الاستراتيجية لجميع الأطراف ولجميع الفاعلين في سوق الغاز العالمي. كما أشرت أن هذه المادة هي التي تعتبر مستقبل الطاقة في العالم، والآن نعيش عصر الغاز الذهبي شئنا أن أبينا. أؤكد مرة أخرى حتى أؤكد وأوجه ربما ملاحظة فقط مع زميلي الأستاذ الدكتور علي الهيل، حتى أن الجزائر باشرت برنامجا واسعا للطاقات المتجددة. نعم أستاذ، ربما نتكلم حول نقطة مهمة جاء الحديث عليها، وهو التدشين الرسمي لمركز أبحاث الغاز في الجزائر. هي نقطة أجمع عليها كل الحاضرين والمشاركين. كيف سيدعم هذا المركز لربما تطوير البحث والابتكار والتنسيق؟ إذا لا أدري إن كنت تسمعني بروفيسور فارس هباش، كنت قد سألتك حول أهمية مركز أبحاث الغاز الذي تم تدشينه ببلادنا لتعزيز دور المنتدى وحتى تعزيز الابتكار والبحوث في مجال الغاز. إذن مشاهدينا نتكلم حول ذات الموضوع، وهو أشغال واختتام أشغال القمة 7 لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز. يلتحق بنا من جديد البروفيسور فارس هباش. إذن بروفيسور، نقطة كانت مشتركة في كلمات المشاركين رؤساء الدول والحكومات حول أهمية مركز أبحاث الغاز. كيف سيدعم هذا المركز تطوير وتعزيز البحث والابتكار والتنسيق في مجال الغاز؟ نعم، لما نتكلم عن معهد أبحاث الغاز الذي تم تدشينه وسيكون مقره بالجزائر على مستوى البناية الثانية لوزارة الطاقة، هنا أود أن أقدم فقط ملاحظة للسادة المشاهدين الكرام أن فكرة مبحث أبحاث الغاز هي فكرة جزائرية خالصة تم تقديمها من قبل الوفد الجزائري خلال قمة روسيا، وبالتالي نظرا لأهمية الجزائر ونظرا لمركزية الجزائر ونظرا لثقة الجزائر بالنسبة لكل الفاعلين بالنسبة لهذا المنتدى، فقد تم تشريف الجزائر بإعطائها استقبال معهد أبحاث الغاز، وبالتالي فهذا المبحث عفوا فهذا المختبر سيكون له فائدة كبيرة جدا، وبالتالي سوف يكون هذا المعهد بمثابة نقطة الانطلاق في البحث عن الأفكار المبتكرة وعن التكنولوجيات المبتكرة وعن تقاسم الأفكار وتقاسم التجارب وتقاسم كذلك الابتكارات في مجال استخراج الغاز وفي مجال تطوير تقنيات استخراج الغاز. هذه التقنيات المبتكرة وهذه التقنيات المتطورة التي من شأنها أن تضمن التحكم في تكلفة الغاز من جهة، وتضمن كذلك استقرار أسعار الغاز من جهة، وتضمن كذلك أن يكون هناك تخفيض للانبعاثات الكربونية للغاز في إطار ما يعرف باحترام مبادئ ومتطلبات التنمية المستدامة من جهة أخرى، وبالتالي هذه كلها أبعاد استراتيجية ستكون محور التركيز من قبل معهد أبحاث الغاز الذي تحتضنه الجزائر، وبالتالي سوف يكون كذلك هو تلك نقطة الارتكاز ونقطة والنقطة المحورية التي سيتم من خلالها كذلك تبادل وتقاسم هذه المعارف وتشارك هذه الخبرات ليكون هناك منفذ للتكنولوجيا بالنسبة لجميع الدول المنتجة. كما أشرت سابقا أن هناك تفاوت بين الدول المنضوية تحت لواء هذا المنتدى فيما يخص التحكم في مستوى التكنولوجيا، وأظن أن هذا المعهد سوف يكون ذلك الجسر الذي من خلاله يمكن العبور إلى التكنولوجيا وإيصال التكنولوجيا إلى الدول التي لا تمتلك هذه التكنولوجيا، وبالتالي سوف يكون هناك يكون بتلك يمثل تلك الإضافة الكبيرة جدا للتحكم في التقنيات المبتكرة والمتطورة في مجال استخراج الغاز، كما أشرت مع الحفاظ على أحد المرتكز.
نعم، يبدو بأن هناك مشكل في الاتصال. شكرا لك بروفيسور فارس هباش، أستاذ الاقتصاد بجامعة الطيف، على هذه المداخلة. مشاهدينا، نستكمل هذه الفترة الإخبارية بموجز لأهم الأخبار. أين أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال إلقائه كلمة ختامية لأشغال المنتدى السابع للدول والحكومات المصدرة للغاز، أكد أن ما حققته دول الأعضاء اليوم من نتائج طيبة توجت بإعلان الجزائر هو خطوة مهمة في استجابة التحديات الراهنة والمستقبلية. إن ما حققناه اليوم معا نتائج طيبة، والتي توجت بإعلان الجزائر لم تكن لتتحقق لولا تفانيكم ومشاركتكم الصادقة في إثراء بنود أعمال هذه القمة ومساعدتي في إدارتها وإدارة جلستها. إن هذا الإعلان هو خطوة مهمة في استجابتنا للتحديات الراهنة والمستقبلية، تؤكد عزمنا الراسخ على توسيع استعمال الغاز بالكفاءة والاستدامة اللازمين في عالم تطبعه التغيرات المتسارعة. لقد جددنا التزامنا بتعزيز مكانة منتدانا كمنبر للحوار والتعاون الإقليمي والدولي، بات يستقطب أعضاء جدد، مع التأكيد على الحقوق السيادية لدول الأعضاء على مواردها من الغاز، ودورنا المحوري في دعم التنمية المستدامة والأمن الطاقوي العالمي بانسجام وتناسق مع أهداف الأمم المتحدة. كما أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر ملتزمة بواجباتها مع الدول الأعضاء لتعزيز مورد الغاز كصديق للبيئة. إن الجزائر بصفتها الدولة المضيفة لمعهد البحث في الغاز، وبالتعاون الوثيق مع المنتدى، ملتزمة بالتعاون مع الدول الأعضاء في هذا المجال من أجل تعزيز مكانة الغاز كمورد صديق للبيئة ومستدام، لا سيما ونحن نقف على أعتاب عهد جديد، حيث يمكن للتعاون المتجدد والحوار أن يساهم في رسم رؤية جماعية تكرس مبادئ تقاسم المخاطر والمنافع وأهمية عقود الغاز طويلة الأجل لضمان الاستثمار، وهي الرؤية التي من شأنها صون مصالح المنتجين والمستهلكين في إطار مسار مستدام يحقق التوازن بين الأمن الطاقوي والتنمية المستدامة وحماية البيئة، ويقودنا نحو مستقبل يضمن الرفاهية لأجيال القادمة. وفي ختام كلمته، نوه رئيس الجمهورية بالمساهمة الفاعلة في إنجاح أشغال القمة السابقة للدول والحكومات المصدرة للغاز. لا يسعني إلا أن أشكركم مجددا، وأنا أنوه بمساهمتكم الفعالة في إنجاح أشغال هذه القمة، متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد، وأعلن رسميا عن اختتام أشغال القمة السابعة لرؤساء ودول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعلى هامش اختتام الدورة السابعة لمنتدى الدولي والحكومات المصدرة للغاز أدلى رئيس الجمهورية بتصريح لوسائل الإعلام كذا فيه على أن القمة السابعة لمنتدى البلدان المصدرة للغاز والتي احتضنتها بلادنا قد كللت بالنجاح. شكرا لكم الحضور. شكرا لكم هذا الحضور المكثف والأهمية اللي أعطيتوا هذا المنتدى، والحمد لله كلنا بالنجاح بفضل كل من شاركوا. شكرا لكم. صحة. صحة. هذا وتوجت الدورة السابعة لمنتدى رؤساء دول وحكومات البلدان المصدرة للغاز من المصادقة على إعلان الجزائر، والذي حمل العديد من النقاط التي تلاها وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب خلال ختام أشغال الندوة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز والتي جاءت كالتالي. هذا وكان رئيس الجمهورية قد أكد في كلماته الافتتاحية للقمة، أكد بأن الدورة تشكل فرصة لرسم رؤية مشتركة للحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين للغاز في آن واحد. تشكل هذه القمة فرصة لرسم رؤية مشتركة للحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين للغاز في آن واحد، وتعكس التزامنا بأهداف منتدى الدول المصدرة للغاز وتصميمنا على تعزيز دوره والتأكيد على مساهمته في أمن الطاقة العالمي، حيث يلعب الغاز الطبيعي دورا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة على الطاقة. والجزائر التي تدرك مع كافة الشركاء أن الغاز الطبيعي مصدر طاقة وفير وميسور التكلفة وصديقا للبيئة وداعما لتكامل مصادر الطاقة المتجددة، لطالما أيدت فكرة توسيع دور الغاز الطبيعي في التنمية المستدامة. رئيس تبون قال أن هذه المناسبة هامة لتعميق التعاون من خلال تبادل وجهات النظر. وقمتنا هذه مناسبة هامة لتعميق التعاون من خلال تبادل وجهات النظر والتجارب والخبرات وتأسيس حوار استراتيجي بين مختلف الفاعلين في أسواق الغاز لرسم المسار المستقبلي لهذا المورد الطاقوي الحيوي في التنمية واستخدامه كوقود نظيف مع الطاقات المتجددة. أصحاب الفخامة والسمو والمعالي، إن منتدى الدول المصدرة للغاز منصة للتعاون، وبصفتها جميعا وبصفتنا جميعا مؤيدين لهذا التوجه، يزداد حرصنا على الحوار ليصبح منتدانا طرفا يساهم في تعزيز مصالحنا المتبادلة وبناء إجماع حول الدور الحيوي للغاز في التنمية المستدامة. رئيس تبون كذا أيضا أن الجزائر تتطلع إلى مواصلة التعاون الوثيق مع الدول الأعضاء. وتتطلع الجزائر
إلى مواصلة التعاون الوثيق مع أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز الذي يواصل استقطاب أعضاء جدد سيساهمون من دون شك في ارتقاء بمكانة المنتدى على الصعيد الدولي وتحقيق أهدافه الاستراتيجية. وبهذا الصدد نجدد دعوتنا إلى تعزيز الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء من جهة وبين المصدرين والمستوردين من جهة أخرى لضمان إمداد الغاز واستقرار السوق العالمية، وتلتزم بلادي بالعمل جنبا إلى جنب معكم جميعا لمستقبل مشترك وواعد لهذا المورد الطبيعي عبر توسيع وتكثيف التواصل والتشاور بين ومع الفاعلين، وكل يقين بأن نتائج هذه القمة ستساعدنا على المضي قدما نحو رؤيتنا المشتركة هذه. إذن مشاهدينا، بهذا نصل إلى ختام موجزنا الإخباري. تغطيتنا ما زالت متواصلة مع زميلة مريم غراز بعد هذا الفاصل.